العلامة الثالثة: موت الرسول صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها موتي. رواه البخاري. فقد مات عليه الصلاة والسلام كما يموت الناس، لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق، بل هي دار ممر لا دار مقر، كما قال تعالى: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ يَا نَفْسُ بَعْدَ الْمُصْطَفَى أَفَتَطْمَعِي فِي الْخُلْدِ كَلَّا ما إليه سبيل. فقد كان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب. ظهور مدعي النبوة. من عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن تعود إلى ما خرجت عنه، فنقبل منك ونغمد سيوفنا عنك. اسمع يا خالد، إنني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنني رسول الله. أنا نبي مرسل يأتيني ذو النون كما كان يأتي جبريل محمداً. أيها الناس، انظروا إلى نبي الله الأسود العنسي، سيريكم بعضاً من معجزاته. ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة، وهم قريب من 30 كذاباً، وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وفي عهد الصحابة، ولا يزالون يظهرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله. رواه مسلم. ومن بينهم مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، سجاح، طليحة بن خويلد، الحارث الكذاب، ميرزا أحمد القادياني، ومحمد إيجا، وغيرهم. العلامة الرابعة: فتح بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. رواه البخاري. وهذه العلامة قد حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 16 للهجرة، فقد سار العباس بن عبد المطلب على مقدمة جيش عمر، فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء كخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، فصالح نصارى بيت المقدس، واشترط عليهم إجلاء الروم إلى 3، ثم دخلها مسالماً دون قتال. فدخل رضي الله عنه المسجد من الباب
الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هذه العلامة انقضت أيضا. العلامة الخامسة: طاعون عمواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها: موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم. رواه البخاري. ففي سنة 18 للهجرة من خلافة عمر رضي الله عنه، وبعد فتح بيت المقدس، وقع طاعون في كورة عمواس، ثم انتشر في أرض الشام، حيث بلغ عدد من مات فيه 25,000 من المسلمين، من بينهم كبار الصحابة رضي الله عنهم، كأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. وهذه العلامة انقضت. ظهور الفتن. لقد كان ظهور الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه كان بابا مغلقا دون الفتن. فلما قتل رضي الله عنه ظهرت الفتن العظيمة، وظهر دعاتها ممن لم يتمكن الإيمان من قلبه، وممن كان من المنافقين الذين يظهرون للناس الخير ويبطنون الشر والكيد لهذا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما سيقع من الفتن في زمنهم، فإنه أشرف على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. صحيح مسلم. وكان ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقد قتل عمر، وكسر الباب، وظهرت الفتن، ووقع البلاء. فكان أول فتنة ظهرت هي قتل الخليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان على يد طائفة من دعاة الشر الذين تألبوا عليه من العراق ومصر، ودخلوا المدينة وقتلوه وهو في داره رضي الله عنه. من الشريعة المحمدية مذكور أن الحكم وراثي كما في فارس والروم. معاوية يكاد يعمل المستحيل في أخذ البيعة بالخلافة لابنه يزيد الفاسق، وأبناء علي يستخدمون صلتهم بالنبي ابتغاء للخلافة. أراك تصول وتجول. الارتجاز في ميدان لا محارب فيه ليس من الشجاعة. سحقا لكم أيها الخوارج، أنتم فعلا عار على الأمة العربية. غريب أمركم، بالأمس في صفين أعلنتم عن إيمان معاوية وسجدتم للمصاحف المرفوعة على الرماح، واليوم تكفرونه وتخرجونه عن الدين. هل سمعتم أيها الإخوة؟ هؤلاء يتهموننا بالخروج عن الدين ونحن الأكثر وفاء للشريعة المحمدية. لم نغير كلامنا منذ اليوم الأول. لا معاوية ولا علي ولا أولاده أيضا. ما دام هؤلاء الناس على رأس أمور المسلمين فلن ينتهي القتال فيما بينهم، وستبقى الضغينة بين المسلمين، ولن تخمد الفتنة. ما دامت الفتنة قائمة بين المسلمين فلا فضيلة أولى من الجهاد.
لا حكم إلا لله. 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 الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في جو السماء لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج، وأبي حفص وكرامته في قصة ثانية الخلج. وأبي بكر في سيرته ولسان مقالته اللهج، وأبي حفص وكرامته في قصة سارية الخلج. وأبي عمرو ذي النورين المستحي المستحي البيج، وأبي حسن في العلم إذا وفى بسحائبه الخلج. العلامة السادسة استفاضة المال. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله من صدقته، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. رواه البخاري. فقد تحقق كثير مما أخبرنا به الصادق محمد صلى الله عليه وسلم، فكثر المال في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، ثم فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. آمين. فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله. ظهور نار الحجاز. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 654 للهجرة، وكانت ناراً عظيمة. ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز. وهذه العلامة انقضت.